بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. اليوم 15 من الشهر المبارك كتوت احسن الله استقبال وعدوا علينا وعليكم ونحن في دون واتمنان مغفور الخطايا والاسلام من قبل من رحمه ربي ابي اخوتي امين. نعيد في هذا اليوم بنقل جسد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وابو الشهداء، وكانت قد مضت على نيحته سنين كثيرة تزيد على 600 سنة، وقد ملك الامبراطور قسطنطين ولي عهد العباد الحسنة، وذلك ان انسانا اسمه لوكومينوس بالضيعة المدفونة بها الجسد المقرم وتسمى كفر غمال ابيل قرب اورشليم قد زارها المجاهد الشهيد استفانوس عدة مرات واعلموا مكانه وعرفه باسمه، فذهب الى اسقف اورشليم واعلموا بما راى في نومه، فقام الاسقف واخذ معه اسقفين واهل البيعة واتى الى المكان وحفروه، فحدث الزلزال العظيم وزال تابوت الجسد المقدس وفاحت منه روائح طيب فاخرة، وسمعت اصوات الملائكة يسبحون قائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة، وتكررت هذه التسبيحة، فسجد رؤساء الكهنة امام التابوت ثم حملوه بالتبتيل والشموع الى ان دخلوا به سيون، وبعد ذلك بنى له رجل اسمه الاسكندروس من اهل القسطنطينية كنيسة في اورشليم، وظل الجسد المقدس فيها، وبعد ذلك بخمسة سنين تنيح الاسكندروس فدفنته زوجته بجانب تابوت القديس، وبعد ذلك بثمان سنين طلبت لامرأة الاسكندروس ان تذهب الى القسطنطينية، فأرادت أن تأخذ جسد زوجها معها، فأتت إلى المكان وأخذت التابوت الذي فيه جسد القديس ظنا منها أنه التابوت الذي فيه جسد زوجها، وحملته إلى عسقلان، ومن ثم ركبت مركبا إلى القسطنطينية، ولما توسط البحر سمعت من داخل التابوت تسبيحا وترتيلا كثيرا، فتعجبت وقامت وفحصت التابوت وعرفت أن الذي فيه هو جسد القديس استفانوس وليس جسد زوجها، وذلك بتدبير الله، فلم تعود، ولكنها شكرت الله واستمرت بسرعة إلى نوال سلطة القسطنطينية، ومن ثم ذهبت إلى الملك وأعلمته بالخبر، فخرج ومعه البطريرك والكهنة وشعب المدينة إلى المركب وحملوا التابوت على أعناقهم إلى الملك وأعلمته إلى قصر المملكة، وأظهر الله في المركب وفي الطريق آيات كثيرة منها إنهم حملوه على هود محمول على بغلين. فلما وصلوا الى الموضع المسمى قسطنطينوس وقف البغلان، ولما ضربهما لم ينتقلا وسمعوا صوت احدهما يقول يجب ان يودع القديس هنا، فتعجب كل من سمعه، وعلموا ان الذي انطق حماره بالعام هو الذي انطق هذا الحيوان الكامل جسد القديس، وامر الملك ان تبنى له بيعه في ذلك المكان، ووضعوا فيها الجوهره النقيه التي لجسد القديس استفانوس الرسول اول الشهداء صلوات تكون معنا امين. وبمثل هذا اليوم أيضا تذكار استشهاد القديس بيكون دندنيوس صلواته تكون معنا أمين، رب المجد الدائم أمين.